الخارجية التي توقفت منذ أكثر من 13 أشهر. كان من المضطر أن يكون هذا تكون هذه الجوائز العام المالي الماضي، ولأسباب كثيرة أرجع الاجتماع إلى أن ينعقد اليوم. وفيما يتعلق بجوائز الدولة التشريعية، منحت الجائزة في فرع الفنون 5 جوائز وحجبت 3 جوائز. في الآداب أيضا منحت 5 جوائز وحجبت 3 جوائز. وفي فرع العلوم الاجتماعية منحت 3 جوائز وحجبت 5 جوائز. فيما يتعلق بالفائزين في جوائز التفوق، جائزة التفوق في مجال الفنون حصل عليها عصام السيد وكرم، هو الأستاذ كرم المجدار، الأستاذان عصام السيد والأستاذ كرم المجدار. فيما يتعلق بالتفوق في مجال الأستاذ عصام السيد حصل على 30 صوت، وكرم الأستاذ كرم المجدار حصل على 26 صوت. فيما يتعلق بالتفوق في مجال الآداب، حصل عليها أيضا الأستاذ محمد ناجي على 26 صوت، والأستاذ نسيم مجال مدرس حصل على 27 صوت. جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية حصل عليها الدكتور حسن عماد بكاوي 27 صوت، والدكتور صفي الدين كرموش أيضا على 25 صوت. جائزة الدولة التقديرية في الفنون 3 جوائز منحت الأستاذ داود عبد السيد حصل على 35 صوت، والدكتور أحمد دوار حصل على 30 صوت، والأستاذة الفنانة محسنة توفيق حصلت على 31 صوت. جائزة الدولة التقديرية في الآداب وأيضا منحت 3 جوائز. الجائزة الأولى حصل عليها الشاعر سيد حجاب وحصل على 35 صوت، والأستاذة نهاد صريحة وحصلت على 28 صوت، والدكتور سعيد سالم وحصل على 28 صوت. جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية الدكتور عاصم الدسوقي هي 3 جوائز أيضا، 4 جوائز آسف. الجائزة الأولى حصل عليها الدكتور عاصم الدسوقي ب 30 صوت، والدكتور جلال أمين ب 31 صوت، والدكتور فيصل يونس 26 صوت، والدكتور محمد حافظ ديار أيضا 26 صوت. وفيما يتعلق بجوائز النيل هذا العام، لم تحجب أي من الجوائز الثلاث. الجائزة الأولى في الفنون وحصل عليها الأستاذ محفوظ عبد الرحمن ب 25 صوت. جائزة النيل في الآداب حصل عليها الشاعر أحمد عبد المعطي الحجازي ب 32 صوت. جائزة النيل في العلوم الاجتماعية أيضا حصل عليها الدكتور مصطفى العباد. تكون جوائز النيل كلها قد منحت، وجوائز التقديرية قد منحت، وحجبت جائزة واحدة فقط في التفوق. وكل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا.